السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة معكم مع المحامي الشهير سيلهيني. اليوم جينا عنده باش نسولو على القضية ديال الزوجة السويسرية اللي وقع لها المشكل في الصويرة. جينا باش نعرفوا تطورات هذا الملف هذا والشيء الخطير اللي وقع لهم ديال التسمم من طرف يعني بعض الأشخاص. اليوم جينا باش يكشف لنا السيلهيني التطورات ديال هذا الملف هذا. بقاو معنا. مرحبا سي الهيني، عاودنا على هذا الملف هذا وكيفاش وقع. هذا الملف هو الان امام انظار غرفه الجنايات السنافيه بمحكمه السناف الاسفي، بعد ما ان المحكمه غرفه الجنايات الابتدائيه قضت بادانه هذه العصابه الاجراميه المتكونه في المجموعه الاولى. عندنا مجموعات، المجموعه الاولى متكونه من امراه خادمة وثلاث أشخاص. هادو شكلوا واحد العصابة إجرامية ديال التسميم والقتل لأسباب سياسية. توهموا واعتقدوا عن خطأ بأن هذا المعنية بالأمر وزوجها يرغبان في منافستهما انتخابيا وسياسيا جراء أفعال الخير التي كان يقومان بها في الوقت اللي هما ما عندهم علاقة بالسياسة، مشجعين حتى في اللوائح الانتخابية، ووظفوا وسخروا هذه الخادمة وقدموا لها وصفات طبية وفيها تسميم. هذه الوصفات الإجرامية كانت على وشك أن تودي بحياتهما معا، بحيث ترتبت عنها عاهة مستديمة لهما معا، وهما لا زال إلى اليوم يعانيان من أضرار جسمانية وبدنية سترافقهما للأسف طول حياتهما بسبب تهور هذه العصابة التي لا تحترم حق الحياة ولا الحق في السلامة الجسدية. المحكمة غرفة الجنايات الابتدائية الأسفي قضت بإدانة الخادمة بعشرين سنة بناء على تكييف محاولة قتل العمد، فيما أدانت المتهمين الثلاثة بثلاث سنوات بناء على اعتقاد. بإدانة المتهمة الخادمة بعشرين سنة فإنهم لم يكونوا موفقا، على اعتبار أن الفاعلين الأصليين والمحوريين في هذا الملف هما ذاك ثلاث أشخاص ماشي الخادمة. الخادمة غير هي التي يسرت وساعدت في منح هاد الوصفات الإجرامية ديال التسميم. وكنا نتمنى من المحكمة أن تشدد العقوبة وأن تؤكد التكييف ديال محاولة قتل العمد بالنسبة للجميع، ولا كان شي تخفيف كان ممكن يكون تخفيف بالنسبة للخادمة. الخادمة لو كانت 3 سنين ماكوش مشكل، ولكن بالنسبة للعصابة الإجرامية الأساسية اللي هي نواك فيها الإجرامي والمخطط واللي دبرات عوقبت فقط بثلاث سنوات، والمرأة الضعيفة المسكينة أخذت 20 سنة. حنا استلفنا هذا القرار في الشق المدني، والنيابة العامة مشكورة استلفت الشق الجنائي، والملف الآن معروض على أنظار غرفة الجنايات السنافية، وكلنا أمل يعني في أن يتم إنصاف هذا المعنيين يعني بالأمر، لأنه ما فعلا تضرر بشكل فظيع، ولا يمكن أن أشرح لكم الحالة الصحية ديالهم. يمكن نقول لكم على أنهم بين الحياة والموت. الطبيب قال لهم راه تبقى عندكم هذه العاهة مستديمة، ودائما كيمشيو يديروا الغسيل. استوزف ماليا نتيجة الخضوع المستمر للعلاج والفحوصات في الوقت اللي الحكومة ما ساعدتهم بأي حاجة. هذا نموذج صارخ لعدم التوازن وللظلم وللجور بين المتهم والضحية بالنسبة للقانون. دابا القانون المتهم يذهب للمستشفى، يعالج، يأكل، ينام، وبالنسبة للضحية في هذا الملف لم تجد حتى الحكومة لتساعدها. هذه صرخة كما تلقنا صرخات في مجموعة الملفات، هذه صرخة للحكومة أن تتدخل بوضع واحد مشروع قانوني تقدم للبرلمان ديال تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة، لأن لا يعقل الدستور يحمي الحق في الصحة والسلامة والمواطنين يتضررون ويظلون بدون عناية، فيما المجرمين الذين أجرموا بحقهم يتمتعون بكافة الحقوق. أنا كنشد احنا عندنا ثقة في القضاء في مستوى المرحلة الاستئنافية، وأنه يصلح الخلل القانوني اللي شاب الملف في المرحلة الابتدائية، ويشدد العقوبة ويعاود التكييف بالنسبة للجميع، وأن يصلح الأخطاء التي شابت المرحلة الابتدائية. كما نتمنى يعني تفاجئنا في هذاك ال 15 يوم اللي دازت الغرفة الجنحية، كان واحد المجموعه ثانيه شدوا واحد متهم اخر عنصر رئيسي في العصابه. للاسف
قاضي التحقيق اعتقلوا، ولكن الغرفة الجمحية لما تم استئناف الأمر بالإيداع قررت إطلاق سراحه، وهذا قرار اعتبرناه لا يبشر بالخير، وقرار نتمنى أن يتم مراجعته إما من قاضي التحقيق أو من المحكمة، لأنه لا يعقل عصابة إجرامية كدير التسميم كدير القتل، هي جرائم خطيرة والمجرمين خطيرين، يجب التعامل معهم بنوع من الصرامة وبنوع من الردع العام والردع الخاص. هذه جرائم لاحقات أضرار مستمرة ودائمة، وكتمس النظام العام وكتمس المجتمع، وبالتالي وجب التعاطي معها بشكل مختلف. لا يعقل في هذا الملف اللي فيه تسميم، فيه محاولة قتل العمد، يجي واحد ما معتقلش حتى 10 أيام ياخذ السراح المؤقت، هذا غير وحي. واللي في الملف خداو 20 سنة وخداو 3 سنين، رغم أن 3 سنين ما كنتفقوش معاها لأن كاين خطأ في التكييف، وهذوك اللي خداو التكييف اللي خداو 3 سنين عقوبة مخففة هم أشخاص ذو نفوذ وعندهم علاقة برئيس مجلس الجماعي، عندهم علاقة نائب رئيس مجلس إقليمي، اللي هما زعماء العصابة، وللأسف لم يتم البحث معهم، لا التحقيق معهم، لا محاكمتهم في اختلال الموازين ديال المتابعة وديال التحقيق. نتمنى أن يتم إعادة النظر، وأن يتم محاكمة بعد ما يتم البحث والتحقيق مع الأشخاص الفاعلين اللي هما رؤساء مجالس جماعية وأعضاء اللي ارتكبوا هذا الفعل، أما الباقي فهو مجرد مسخرين، للأسف لم يتم محاكمتهم بعد، لا زالوا يتمتعون بحماية خارج القانون. شكرا لكم.